جديد، اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. كنا بنتكلم قبل هذا الفاصل عن استعدادات الدوله المصريه لاستقبال على ارض شرم الشيخ المنتدى الافريقي الاول لمكافحه الفساد، طبعا ضيفي سياده مستشار الدكتور رفيق سلام. ويمكن كنا بنتكلم عن مراحل مكافحه الفساد وعن طرق مكافحه الفساد قبل الفاصل، طرق او مراحل زي ما قلنا حضرتك. هو في الاساس التشريعي، قلنا الاساس التشريعي متوفر جدا، اللي هو قانون العقوبات، قانون الكسب غير مشروع، قانون غسل الاموال، قانون التعاقدات العامه اللي هو القانون الجديد بدل المنصات والمزادات. كافه هذه القوانين تحارب الفساد كل بطريقات. وعشان المشاهد الكريم ياخد فكره ايضا، الكسب غير مشروع ده خاص بالموظف العام، اللي هو تضخم ثروه الموظف عقب توليه الوظيفه بسبب استغلال الوظيفه. الراجل بيرتشي او بيتربح او بيستغل نفوذه في جمع اموال طائله من وراء الوظيفه. خلاف غسل الاموال ده ممكن يشمل موظف عام وممكن يشمل مواطن عادي، اللي هو ضخ الاموال المحصله من انشطه غير مشروعه في انشطه مشروعه لاطفاء صفه المشروع عليها. واحد يشتغل في الحرام، يشتغل في المخدرات، في تجاره السلاح، في تجاره الادويه، اي تجاره محرمه، ثم بعد ذلك يكون ثروه ولم يربط في اي منها، فيبدا ضخها في انشطه مشروعه عشان تظهر قدام الناس انه نشاط مربح وحلال، وبعد كده بقى يقفز على السياسه، يرشح نفسه ويربح مش عارف عجلين في الحي، ويبقى بقى ده اسمه غسل اموال، اسمه غسل اموال. اي واحد يمارس هذا او اللي يفلت من كل العقوبات نمسكه في الكسب غير مشروع، اللي يفلت من الكسب غير مشروع نمسكه في غسل الاموال. قانون التعاقدات العامه او المناصات والمزادات ده خاص بالتعاقدات الحكوميه، يعني اي دوله بتتعامل شانها شان الافراد بتبيع وبتشتري. المبيع لابد من قواعد تنظم هذا البيع وهذا الشراء، وكافه جرائم التربح والرشوه ولا ضرر عمدي والغير عمدي العام والغدر بتاتي من وراء تطبيق هذا القانون او تطبيق السيء لهذا القانون. وبالمناسبه جريمه الغدر الماده 114 من كل العقوبات، اللي هي بنبه المواطن المصري، اللي هي تحصيل ما ليس مستحق او ما يزيد عن المستحق. يعني بتاع الكهرباء جه خد منك فلوس زياده، او بتاع تحصيل الميه، او بتاع راكب القطر او الاتوبيس، او اي رسوم الدوله او في اداره المرور الدوله بتفرض رسم معين بيروح يدفعوك زياده، دي جنايه مؤسمه وفقا لقانون العقوبات. ويمكن الموضوع ده يمكن انتشر شويه في الاونه الاخيره، فانا بقول للمواطن اعرف حقك ولا بد ان تشارك بنفسك في مكافحه الفساد. عايز اسال حضرتك، قلنا المرحله الثانيه، اتفضلي سياده. هل مكافحة الفساد، بما اننا نتكلم عن المنتدى الافريقي الاول في مصر، هل مكافحة الفساد يقتصر فقط على عمل الدول، ولا ممكن يكون على المستوى القاري والاممي منظومة واحدة لمكافحة الفساد، ولا ده صعب إذن؟ لا مش صعب ولا حاجة. الأمم المتحدة أصدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003، اللي هي اتفاقية برجواي هناك في المكسيك. مصر صدقت عليها 2005. 2010 مصر أنشأت المفوضية الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وده بال حضرتك، فأساس هناك أساس دولي لمكافحة الفساد. مصر لما تيجي تعمل مؤتمر دولي لمكافحة الفساد، هذا انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة اللي مصر صدقت عليها. ومن ضمن بنود هذه الاتفاقية أن مصر تشارك دول العالم في مكافحة الفساد بتسليم المجرمين اللي هو صدر عليهم أحكام أو من ضبط في جريمه من جرائم مش كل الدول مشاركه في هذه الاتفاقيه. لا ده دول تعتبر اتفاقيه الامم المتحده تعتبر كل دول العالم مشاركه فيها، اللي هي تسليم المتهمين، وده بالك اللي هي الاتفاقات حتى في جامعه الدول العربيه، الاتفاقيه الموجوده بين الدول العربيه اللي هو محاكمات المتهمين وتسليم المتهمين صدر عليهم احكام. عشان الموضوع ما يهربش مننا حضرتك، يبقى الاساس التشريعي موجود، الاراده السياسيه موجوده، الإرادة الشعبية مهزوزة، لابد أن تكون إرادة شعبية حقيقية لمكافحة الفساد، لكن السلبية والخمول هذا لابد من تركه. وعندنا الإرادة الوظيفية طبعا دي عايزة يد من حديد، وهذا دور النيابة الإدارية. النيابة الإدارية كهيئة قضائية تتولى التحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية التي تقع من كافة موظفي الدولة. والدستور الأخير صدر وأعطى إلزامية قرار النيابة الإدارية، ونأمل من السلطة التشريعية من المجلس الأمة أن هو مجلس البرلمان يصدر قانون النيابة. النيابة الإدارية لا تطالب بمزايا مادية أو عينية ولا تطالب بحسنات، تقول يا جماعة احنا عاوزين نحارب الفساد، ادونا التشريع الذي نحارب به الفساد، لأن الفساد منتشر في كافة أرجاء الجهاز الإداري للدولة بنسب تتفاوت من وزارة الأخرى أو من هي الأخرى. والنيابة الإدارية هي الجهة القضائية الوحيدة التي تقبض على العصب الإداري للدولة أو اللي يسموه العمود الفقري للدولة. النيابة الإدارية هي التي تتولى الإشراف والتحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية. تأتي مرحلة ثالثة وهي أهم مرحلة، اللي هي تفعيل هذه القوانين. القوانين ما هي موجودة.
هتنطلق هذه القوانين من الدولة المصرية إلى الدول الأفريقية، بمعنى إن كافة الدول الأفريقية المشاركة في هذا المؤتمر لابد أن يكون لديها أساس تشريعي لمكافحة زي مصر، لابد أن تلجأ إلى مصر في هذا في هذه التشريعات وأن تستعين بالخبرات المصرية. ليس هذا فقط، لابد لهذه الدول أن تنشئ أجهزة رقابية لمكافحة الفساد زي مصر. دي اللي هي المرحلة الثالثة اللي أنا هتكلم عليها، تفعيل التشريعات. تفعيل هذه التشريعات يأتي على ثلاث مراحل، والمواطن المصري يجب يعرف هذا. المرحلة الأولى اللي هي الأجهزة الرقابية، المرحلة الثانية أجهزة التحقيق ودي أجهزة قضائية، المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المحاكمة. المرحلة الأولى باختصار شديد الأجهزة الرقابية، هذه الأجهزة أجهزة مهمتها البحث والتحري، الأول منع وقوع الجريمة قبل وقوعها، طب إذا وقعت ضبط المتهم وتقديمه لجهات التحقيق. هذه الأجهزة الرقابية يغلب عليها الطابع البوليسي أو المالي. للأسف ومش عارف حضرتك عارفة لا والمستمعين في التلفزيون، عندنا 27 جهاز رقابي في مصر، لا نعرف منهم لا نعلم منهم إلا هيئة الرقابة الإدارية، واخد بال حضرتك؟ والجهاز المركزي للمحاسبات كأكبر جهاز رقابي مالي موجود في مصر، موجود في الدول العربية. صحيح. أنا شفت خبرات هذا الجهاز المصرية مشرفة في الدول العربية اللي أنا زرتها. أيضا هناك الـ 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 الجهاز اللي هو مباحث الأموال العامة، بيت الاجهزه انا مش عارفها بصراحه. وفي برنامج سابق انا قلت يا جماعه هذه الاجهزه لابد ان تعلن على الملا، وانا اطالب القياده السياسيه بهذا. مين اللي ماسك الاجهزه دي وفيها كم موظف وعملوا كم محضر وايه عدد القضايا اللي قدموها لمصر وايه الاحكام اللي صدرت فيها؟ ما مش حاسب انا 27 جهاز رقابي في الضل وانا ما اعرفش عنهم حاجه.